بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. منذ سنوات طويلة كان عميد المسرح العربي المغفور له الفنان العظيم يوسف وهبي كان له العبارة الشهيرة: وما الدنيا إلا مسرح كبير. دي يمكن تبدو كأنها عبارة إبداعية أو عبارة أدبية، لكنها في حقيقة الأمر نحن نشاهد كثير من الأحداث وهي كأنها تحدث على مسرح الحياة، وفيها كل عناصر الدراما المشوقة، فيها غدر، فيها خيانة، فيها حب، فيها وطنية، فيها ضحك، فيها سخرية، فيها مآلب، وفيها أيضا ضحايا، وفيها أبطال، فيها خونة، فيها مرأة معطية أم، وفيها زوجة، وفيها ساقطة، وفيها قديسة، وفيها راهبة، في كل حاجة موجودة في الدنيا على مسرح الأحداث. لما بيجوا يستخدموا كلمة وصف لتصورات لبدائل موجودة أو شكل أحداث بيقولوا سيناريوهات، ودي جاية من سيناريوس political scenarios، سيناريوهات سياسية. ولما يجي يقولوا the scenarios of مثلا the United States of America، سيناريوهات التحرك مثلا الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية، هم بيقصدوا السيناريو، وهي هنا الكلمة متاخدة من المعنى الدرامي اللي هو الشريط السينمائي المتلاحق الذي يعبر عن الدراما وعن الأشخاص وحالة الصراع بينهم، يبدأ بعرض ثم أحداث ثم ذروة يصل إلى الذروة ثم يصل إلى خاتمة تكون فيها رسالة كل الحدث. أليست كل ما نراه هي سيناريو للأحداث؟ العقل المصري ما كان له أن يتصور أن يسقط نظام استمر لمدة 30 سنة، والعقل المصري ما كان يتخيل سيناريو أن يأتي المجلس العسكري، والعقل المصري ما كان له يتصور أن يصبح أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين على سدة الحكم، والعقل المصري ما كان يتصور أن يأتي سيناريو أنه هذا الحكم يستمر لمدة عام ثم تنقلب عليه الشعب ويسنده الجيش، والعقل المصري ما كان يتخيل أنه أكثر من 30 مليون ينزلوا للشارع وهم لا ينتمون بالدرجة الأولى إلى قوى منتظمة تحت أحزاب سياسية ولكن ثورة شعبية حقيقية، والعقل المصري ما كان يتصور سيناريو ما يعرف باسم حزب الكنبة أن يثور ويخرج إلى الشارع ويقول لا لحكم جماعة الإخوان، والعقل المصري ما كان يتخيل سيناريو أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لجماعة الإخوان، مثل ذلك اللقاء الذي حدث في الساعات الأخيرة ما بين الرئيس أوباما وأحد ممثلي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في واشنطن، والعقل المصري ما كان يتخيل أن يأتي رئيس جمهورية ويبيع سيادة الوطن ويوافق على توسيع نطاق غزة حتى تتسع من غزة إلى من 500 إلى 1000 كيلومتر داخل سيناء، والعقل المصري ما كان يتصور سيناريو أن يقوم رئيس البلاد السابق بإجراء اتصالات مع أيمن الظواهري رئيس أو أحد مؤسسي تنظيم القاعدة ويتفق معه على أنه تكون قاعدة القاعدة في سيناء. سيناريوهات، جزء من السياسة دراما وجزء من الدراما سياسة. ضيف وضيفكم في هذه الحلقة هو رجل عشق الكتابة وعشق الحرف وعشق السينما وعشق التلفزيون وأيضا له إبداعات مسرحية، وهو أيضا هو الآن ربنا يديله الصحة والعمر هو شيخ كتاب السيناريو في مصر وفي العالم العربي. هو دائما مدافع عن الحقيقة، رجل شجاع يحمل على كاهله ويحمل صليبه على ظهره ويدخل في معارك لا يوجد له عمل دون دخول حالة من الصراع. سيناريوهاته تحمل نبوءة ونبوءات متعددة، في طائر الليل الحزين
كانت لديه نبوءة كيف يمكن أن تكون العلاقة بين السلطة والقضاء، وكيف يمكن أن يكون القاضي الشريف يستطيع أن يعمل ضد ضغط الأجهزة. في نبوءة أخرى في طيور الظلام، هو وحده دون سواه الذي تخيل أنه من الممكن أن يجتمع الإخوان المسلمين والسلطة أو من يمثلون الحزب الحاكم الاثنين في آن واحد يكونون داخل سجن ومعتقل. هذا سنوات وسنوات قبل أن يحدث ذلك. أيضا كانت لديه نبوءات في اللعب مع الكبار في سوء المتعة، في أعمال كثيرة جدا. هو دائما يحمل هموم الوطن ويحمل بداخله قلق شديد على مستقبل الفقراء والمستضعفين والذين يسعون أن تكون لهم كلمة. هو دايما يعيش مع الإنسان المسحوق، هو يدرك قاع المجتمع وقمة المجتمع، ولم يؤرخ لمصر سياسيا في يمكن 35 سنة اللي فاتت بشكل سينمائي وبشكل تلفزيوني أفضل من أستاذي وأستاذ الجيل الأستاذ وحيد حامد. اليوم الحوار مع الأستاذ وحيد أطال الله في عمره يهدف إلى الوصول إلى إجابة عن ما هي السيناريوهات التي يمكن أنه من خلالها نرى واقع مصر ومستقبلها في ظل وجودها في منحنى ومنعطف تاريخي بالغ الأهمية. كيف يمكن للعقل الإبداعي وعقل رجل الدراما أن يستقرأ كف المرحلة المقبلة مثلما استقرأ منذ أكثر من 30 سنة ما نعيشه الآن. مسلسله الجماعة الذي يعكف فيه على كتابة الجزء الثاني بإذن الله يعني يؤصل لفكرة جماعة الإخوان المسلمين، كتبوا وناضل من أجله وحمله على ظهره وفي قلبه الذي لم يتحمل الكثير من الألام من أجل أن يقول كلمة الحق، حتى أنه حياته الشخصية كانت مهددة، وما زال هذا الرجل طالما أن في قلبه نبض يحاول دائما أنه هو يحمل سيف الحقيقة ويشهره في وجه الإرهاب والظلم والاستبداد ومحاولة خداع الجماهير. شرف كبير لي أن يكون بعد الاستراحة ضيفنا وضيفكم الأستاذ وحيد حامد. هو تفتكر إن الإخوان اختلفوا عن حزب الوطن أو أي حزب تاني؟ زي روايات نجيب محفوظ، خناقة فتوات على حكم الحارة، واحنا اللي بنهتف بالكسبان. اسم الله عليه اسم الله. السيناريست المبدع وحيد حامد احد رواد المواجهات الكبرى والقضايا الشائكه التي فجرها في اعماله السينمائيه والتلفزيونيه. كانت اكبر واطول معارك وحيد حامد على الشاشه تلك التي خاضها في مواجهه القمع السياسي. بدا وحيد حامد اولى معاركه الكبرى بمسلسل العائله. تعرفين انهم بكلامهم ده يبددوا من الشعب المصري قدرته على النضال. طبعا في النهاية لازم يتواكل، وكان الشعب هيعتقد ان الملايكة حاربته، يبقى ليه ما يعتقدش ان الملايكة ممكن تزرع له الارض، تحصده الحصاد، يمشي له المصانع، تنظم له المرور الى اخره الى اخره. التواكل يبقى كامل تام، مع انكم عارفين ان الاسلام ضد التواكل بكل اشكاله، وإلا ما كانش ربنا قال في الكتاب الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما كانش قال كمان وجاهدوهم في الحرب. ثم قدم مجموعة من الأعمال التي أجاد فيها تشخيص الأمراض السياسية للوطن، وأبدع في تقديم طائر الليل الحزين والراقصة والسياسي والمنسي والنوم في العسل والبريد. كما خاض أقوى المعارك وأخطرها ضد التخلف الفكري والاجتماعي الذي مارسته قوى التطرف الديني في مصر على مدى أكثر من 30 عاماً، وجسد الفساد السياسي في مصر من خلال فيلمه الحائز على عدة جوائز عالمية طيور الظلام. انتوا جماعة مش عارفة تبقى حزب، واحنا حزب مش عارف يبقى جماعة. المشاغب، وصف أطلقه البعض على السيناريست وحيد حامد الذي اعتاد على تقديم أعمال جريئة رغم عاصفة النقد التي يتعرض لها. وتقريبا لا تخلو أعمال وحيد حامد من نقد الإسلاميين حتى في أفلامه الكوميدية. انت معاك نفسك فين يا جدع؟ انت اتفضل قول من هنا قبل ما اوديك في 60 دقيقة.
انت لو خلصتني الشغل هتاخد ثواب اكتر. ربنا ما خلقناش عشان نصلي طول الوقت، لكن حدد كل حاجه وقتها. وبعد سنوات من المواجهة الشرسة مع تيارات الإسلام السياسي على شاشة السينما، قرر وحيد حامد أن يقتحم عش الدبابير، وقدم مسلسل الجماعة في رمضان 2010 ليكشف عن التاريخ الأسود لجماعة الأخوان منذ أسسها حسن البنا. يا ترى هنروح المسجد إزاي من معسكر الدخيلة؟ جلالة مولانا الملك مش هو بس هدفنا، الناس كمان هدفنا. احنا هنروح المسجد في طابور عسكري عشان كل الناس تشوفنا، وأنا هكون على رأس الطابور. وأثار حامد عاصفة من الجدل حول عنف الجماعة وإرهابها. ما طول عمرهم بيضربونا، إيه اللي جرى يعني؟ إحنا بنشتد ونقوى ونكبر ونتوسع، وهم اللي بيخسروا. في الآخر إحنا اللي بنكسب. يا ريت كان مكلينا حد في الخناقة دي، كانت الدنيا اتقلبت عليهم أكتر ما هي مقلوبة. كل أنواع أجهزة الإعلام فاتحة عليهم، الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، ضجة وضجيج في كل وسائل الإعلام. وشأت الأقدار أن تهب رياح الربيع العربي على مصر وتطيح بالنظام الحاكم أنذاك، وتخرج جماعة الأخوان إلى النور بعد أن ظلت لعقود محظورة. وأصبح وحيد حامد هدفا لأنصارها، وتعرض للهجوم تارة والتكفير تارة أخرى. ومع تنامي نفوذ الجماعة في الدولة، كانت أعمال وحيد حامد هدفاً للمنع والتشويه والإخفاء. وفي مواجهة هذه الهجمات، التزم الصمت وتمسك بحقه في كتابة الجزء الثاني من مسلسل الجماعة، رغم قيام قيادة الأخوان ووزير إعلامها بتجهيز أعمال تنفي وقائع سردها في المسلسل. ولكن جاءت ثورة 30 من يونيو لتهب وحيد حامد وأعماله الحية. حكومات يا بنتي تصنع إعلان الناس، الإخوان والأحزاب بيتجروا بإعلام الناس. الحكومة والإخوان وجهان لعملة واحدة، هذا كان رأي وحيد حامد في مسلسله الجماعة. وهكذا رحل رئيسان وعدة حكومات، وظهرت الجماعة للنور ثم عادت محظورة وإرهابية. فماذا سيكتب وحيد حامد؟ كاتب الكبير والأب بالنسبة لي أنا أستاذ وحيد حامد، مساء الخير، شرف كبير لأن حضرتك تكون موجود معي. الشرف لي يا أستاذ عماد، وزي ما قلت لحضرتك أنا لم ألتقي بيك في حوار منذ سنوات عديدة. أنا سعيد بوجودي معك، وسعيد بأن أنا أكون مع جمهورك الكريم. ربنا يخليك. الذي أعلم أنه نوعية خاصة واعية مدركة. أستاذ وحيد، يمكن العقل ما كانش قادر يتخيل حاجات كتير، وأحيانا بتكون مأساة. يعني برنارد شو له عبارة يقول لك أنه بيبقى صعب جدا على الكاتب أن يكون الواقع يفوق خياله، يعني عادة الكاتب بيعمل نبوءات. حضرتك عملت ده زمان، عملته كتير، عملته أكتر من أي حد من الذين يتصدون لمهنة الكتابة والدراما. أنك شفت أشياء كان وقتها في زمانها محدش قادر يتخيل، يعني لما واحد يمسك مدفع رشاش في الأمن المركزي وبعدين يجي بعدها بسنة ونص سنتين والواقع تحدث كما هي، لما يبقوا فيه رمز الحزب الحاكم ورمز الإخوان الاتنين دخلوا معتقل في آن واحد وبعد سنين يحصل الكلام ده. يعني النبوءات بداخلك وبتعرضها لنا في الدراما بأشكال مختلفة ومتعددة. هل إحنا دلوقتي بنعيش عصر صعب فيه أن الكاتب يتنبأ لشيء جديد؟ أستاذ عماد، هو ما نقدرش نسميه تنبؤ، إنما نقدر نسميه قراءة صحيحة وسليمة ويعني مدعمة بالوعي السياسي والاجتماعي في الأول وفي الآخر. فمن يقرأ الأمور بشكل جيد ويحللها بعقل يقظ مدرك للأمور، أعتقد إن هو يستطيع أن يصل إلى نتيجة مثل النتائج
التي حدثت في غالبية أفلام، لكن سابقة لزمنها بكتير. يعني بتدق الجرس ويمكن ده دور من أدوار الإبداع والفن. أنا أقول لحضرتك على حاجة حضرتك عارف. زمان روايات الخيال العلمي اللي كان بيكتبها جون فيرون في وقتها كانت الناس تقول إيه التخريف ده، ناس هيطلعوا القمر وكذا. دلوقتي أصبحت هذه الروايات لا تمثل في إبداعها وخيالها، الواقع تخطاها بكثير. وأعتقد أن الواقع أيضا تخطى أفلامي بكثير، لأن ما نعيشه الآن بعضه أو أغلبه أنا لم أصل إليه بل أفكر فيه الآن. ده مسألة طبيعية. ثلاث أسئلة. كنت متوقع أنه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك سيسقط وكما بالشكل اللي سقطه؟ كنت تعتقد أنه جماعة الإخوان ذات يوم حيحكمه؟ كنت تعتقد أنه ذات يوم جماعة الإخوان الشعب يسقطها؟ ثلاث حاجات دول. ثلاثة دول أنا كنت متأكد أنهم هيحصلوا. إزاي؟ وصلت للنتيجة دي إزاي؟ هقول لحضرتك أنا اللي من قراءتي لحكم الرئيس محمد حسني مبارك انه هو اغمض عينيه عن نشاط الاخوان. وكان هناك يعني كان هناك يعني شبه اتفاق غير رسمي يعني اني لا تقرب مني ولا اقرب منك، اعمل اللي انت عاوز تعمله. يعني حضرتك بتتفق مع نظريه ان الاخوان كانوا جزء من النظام؟ ايوه كانوا جزء من النظام. وفي الوقائع بتقول كده والحقائق بتقول كده. يعني ايه انت لا تسبب لي مشاكل وانا مش هسبب لك مشاكل. الاخوان ما عملوش للنظام مشاكل، لكن هم اتجهوا الحكايه دي ما كانتش في مبارك بس، ده كانت ايام النحاس باشا. وعملوا اللي عملوه مع مبارك عملوه مع النحاس باشا. ازاي يا فندم؟ لمن لا يعرف. لمن لا يعرف ان هم كانوا يطلبوا طلبات مبالغ فيها. يعني مثلا حسن البنا رشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب. والنحاس باشا ما كانش عاوزه ينزل الانتخابات لأنه هو كان يعلم مخططات الإخوان، فمنعه من الترشيح فساومه على ذلك. وقال له طيب احنا بس تدونا بقى الجوامع نخطب فيها وتدونا يعني كذا. وفي الوقت نفسه كانوا بيدربوا القوات بتاعتهم اللي هي التنظيم الخاص والمسائل دي كلها. في عهد الرئيس مبارك هم اشتغلوا بقوة شديدة جدا وبتنظيم متقن، وابتدوا يتوسعوا وينتشروا ويجندوا شباب صغير من خلال معسكرات شبابية جمعيات. كانوا بيعملوها في المعسكرات دي كانت بتتم في أماكن وزارة الشباب اللي هي تخص فبوئير وتحت سمع وبصر الدولة. ده كويس. لكن هم كانوا بيعدوا. فما نراه الآن من إرهاب هو نتاج الإعداد الذي تم بكفاءة عالية جدا أثناء حكم الرئيس حسني مبارك. وأعتقد أن الرئيس حسني مبارك يعلم ذلك جيدا الآن، يعني لأنه أدركه بعد 25 يناير. طيب هل كنت متخيل أنهم يوصلوا للحكم؟ يعني عبر صندوق انتخابي يفوز مرشح لجماعة الإخوان فيتولى أحد رجال جماعة الإخوان لأول مرة في التاريخ حلم حسن البنا بعد 83 سنة يصبح رئيسا منهم؟ يعني لا، يعني أنا كنت أرى أن هم في جولة الانتخابات سيحققوا نسبة معقولة وسوف ينافسوا بقوة. كنت مدرك ده كويس، لكن لم أتخيل أنهم يفوزوا بانتخابات الرئاسة. لأني كنت أعلم تماما يعني بإحساسي أني الشعب المصري متدين بطبعه، لكن كنت أظن أن نسبة عالية جدا تعلم مخططات الإخوان.
لكن حصل العكس، ان في ناس كانت زهقت من مبارك والتوريس والمسائل دي كلها، فكانت عاوزة اي تغيير، يعني عاوزة تغيير، فهم كسبوا تعاطف. وان كنت اشك، يعني اولا يعني انا مع الفريق الذي يقول ان الانتخابات تم تزويرها، وانا واثق اني حدث تلاعب وحدث ضغط امريكي شديد جدا، وما نقرأ عنه ونسمع عنه الآن، والمسألة قيد التحقيق، يعني في قيد التحقيق بيحقق في مسألة التزوير، لا حصل تزوير وله علامات وله دلالات، ونترك الأمر للقضاء ليقول كلمته. هل كنت تتخيل أنه مش هيكملوا المدة، وأنه بعد سنة هذا الحكم يسقط ويسقط بهذا الشكل؟ دي أدركتها منذ البداية. الأول أنا أعتقد طلعت في برنامج وقلت استمرارية الإخوان مرهونة بأفعالها. وكنت شايف إن هم لو نفذوا ولو جزء يسير من الوعود بتاعتهم تجاه الشعب المصري كنا هنصبر عليهم، الشعب ده كان هيتحملهم ويصبر عليهم. لكن اسمح لي أقول يعني إن الغباء زائد نهم السلطة والمسألة دي كلها أفسد عليهم الأمر، لأنهم كشفوا عن الوجه القبيح جدا، وتعاملوا مع الشعب المصري على أنهم بصراحة من غير شعبي الكريم، يعني ما تعاملوا معنا كأننا قطيع عليه أن يسمع ويطيع. فديت أنت ممكن تتحمل الجوع، وممكن تتحمل كل شيء يحدث لك، إنما أن تعامل معاملة الحاكم يستخف بيك ويستهين بقدرك ويتعامل معك على أنك تابع له سوف يمتطيك وقتما يشاء، فهذا يعني هو ده اللي ايقنت ان المسألة هتخلص بسرعة جدا. طب يوم 30 يونيو بالنسبة لك كان ايه؟ اولا انا يعني عشان اوضح نقطة مهمة جدا، وهي نقطة خلاف دلوقت. بعض اسمح لي اتكلم بحريتي، يعني اتفضل. انا مش جاي هنا عشان يعني ايه ازوق الكلام ولا حاجات. لا اتفضل. بعض المتنطعين بيحاولوا ان ايه الفصل بين ثورة 25 يناير و30 يناير. المسألة ببساطة شديدة جدا لازم نوضحها كالآتي. ثورة 25 يناير ثورة شعبية قام بها الشعب المصري، ولها فرسانها ولها ناس دعموها، وهي الأصل. ولكن تمت سرقتها لمدة عام. جاءت ثورة أخرى استردت هذه الثورة المسروقة وتسعى لتصحيح مسارها بشكل ديمقراطي بشكل نتفق عليه جميعا، إلا أن الذين يريدون انقسام مصر وتمزقها لا يريدون انهم يعترفوا، وعاوزين يفصلوا ان دي ثوره ودي ثوره اخرى. لكن حقيقه الامر كان لدينا ثوره تمت سرقتها، جاءت ثوره واستردتها واعادتها الى شعبها. لازم نفهم كده كويس. الخروج الجماهيري بهذه الكثافه حضرتك شفته ازاي هنا بقى كمواطن كانسان كرجل حالم كرجل دراما؟ لا انا كنت شايف ده، أنا كنت بشوف مصر على طبيعتها. هذه الجماهير، هذه الأمواج البشرية، وهذا الحماس البالغ كان له دلالة كبيرة. نحن شعب لا يقبل بالظلم، نحن شعب لا يقبل بالقهر، نحن شعب مستعد أنه يعني يخسر كل شيء إلا كبرياءه وكرامته.
ده اللي وانا كنت قاعد في البيت ما كنتش بقدر انزل لاني طبعا يعني ايه مريض القلب ده يعني ما اعلش يعني لكن انا متاكد انا كنت قاعد قدام التلفزيون يعني مشاعرك لا 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 لا, لا طبعا طبعا يعني وما كنتش اكتفي بهذا في الثورتين انا كنت اتصل بمن اعلم انه داخل الميدان او في المكان اتصل بيه بالتليفون عشان اساله ايه الحال واحيانا اقول اعملوا كذا يعني وطبعا كان عندي رسول مباشر اللي هو مروان ابني لانه كان دائما يخاطر وينزل ليكون في قلب الحدث. تمام ربنا يدي لك الصحة ويبارك لك في مروان. طيب السؤال يا سيدي, هل انه لما تنظر الى مكون الذين خرجوا في 30 يونيو مش منتظمين في احزاب سياسيه بالدرجه الاولى, يمكن اول مره في حياتهم ينزلوا الشارع, معظمهم من طبقات طبقه متوسطه وتحت متوسطه, من ناحيه الجنس فيهم هم فيهم السيدات الفضليات, المراه فيها امهاتنا واخواتنا, نزلوا ستات بيوت ونزلوا بكثافة, وهم بعد كده تكرر نزولهم في الاستفتاء وتكرر نزولهم في 25 يناير اللي فات. فهمت ده ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك انا فهمت ان دول المصريين حقيقيين مش عاوزين يتصوروا ومش في عربيات شحنتهم او حاجة لا لا ولا هم غاوين لاني من ودي هنتكلم ياريت نتكلم عنها مشكلة بعض الصور ان الصورة خدعتهم وقدروا نفسهم تقديرا خاطئا. ازاي يا فندم اشرح لي؟ يعني هم صور على عيني وعلى راسي كل شيء, لكن الاعلام فتنهم عندما تواجدوا بشكل متكرر ومباشر قدام شاشات التلفزيون, فالمسألة اصابتهم فتنة يعني ايه وحسوا والزعامة تسللت إليهم, وده مش عيب إن الزعامة تتسلل إلى أحد, ولكن الزعامة العاقلة المدركة ده كويس يعني ده اللي أنا عاوزه. فبعض ظن الناس الذين الناس عرفت وجوههم من خلال الشاشة أنهم الصور فقط. أستاذ عماد خلينا نحسبها بالورقة والقلم ببساطة. فضل ثورة 25 يناير على الأقل ساعة ميدان التحرير بيقولوا 350,000, والميادين الأخرى في المحافظات وميادين القاهرة أنا هقول 25 يناير كانت 5 مليون كلهم صوار وكلهم أبطال. ليس من حق الذين صنعهم الإعلام إن هم يقولوا ده احنا الصور ونتجاهل الاخرين. صح. نتجاهل الخمسة منهم. خلينا واقعيين. الرجل البسيط اللي نام في ميدان التحرير وكان جاي من الارياف او بتاع سائر شأنه شأن الناشط السياسي الذي كان ينتقل من كاميرا الى كاميرا اخرى في ذات الوقت. علينا ان نعترف, لاني انا لو جمعت كل الصور دولت الثورة دي ما كانتش هتنجح ب5,000 فرد ولا كانت هتنجح ب20,000 ولا ب100,000, إنما كانت هتنجح بخروج الملايين, واللي حصل إن الملايين خرجوا, فالثورة قام بها الملايين. طيب. وتأكد ذلك في 30 يونيو. طيب. بعد الاستراحة عايز أسأل حضرتك بلغة السينما, الذين حاولوا سرقة الكادر وهم صوار من داخل الصوار اللي حاولوا سرقة الكادر من مؤسسات أمنية وهم داخل الدولة, الذين حاولوا سرقة الكادر من جماعة الإخوان, ففكرة سرقة الكادر دي عايزين نشرحها بعد الاستراحة. بيحصل إيه لما يجي ممثل يحاول يسرق الكادر بينما المشهد هو مشهد الجماهير والمجمع, مشهد الناس هو مشهد الناس, لكن يجي البطل كده يقف قدام الكاميرا بشكل شرير عشان يحاول هو أنا الثورة البطل وأنا النجم بعد الاستراحة نستمع إلى أستاذنا وحيد حمد.
برضو مع بعض يا علي. ها على فكرة فتحي احنا في مركب واحد يا فتحي. انا هنا حبس احتياطي رهن التحقيق. وانا كمان رهن التحقيق. انت تهمتك ايه؟ اكيد لسه بيدوروا لي على تهمة. بس انا زي الفل. وانا كمان. انت خايف يا فتحي؟ انا ما بخافش يا علي. بس انا خارج يا فتحي. وانا خارج قبليه. هذا المشهد من فيلم طيور الظلام تأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج المخرج الجميل شريف عرفة. كتب سنة 93 اتعرض سنة 94. يعني بنتكلم من 20 سنة وحده الأستاذ وحيد حامد الذي رأى أنه أنصار الحزب الحاكم والإخوان الاثنين مع بعض خلف زنزان رؤية طويلة. نيجي لحكاية فكرة سرقة الكدر. في حاول ناس من الصوار أن يسرقوا الكدر من الصوار. مش الصوار بس. يعني مثلا أقول لحضرتك صفوة حجازي. صفوة حجازي. يعني. صفوة. هو اسمه الأصلي صفوة. صفوة. البطاقة صفوة حجازي. أثناء الثورة. كان يطلق على نفسه وحواليه الأنصار أمين أمين عام الثورة. أمين عام الثورة. ولم يعترض عليه أحد وهو أساسا أمين للإخوان ويعمل للإخوان، لكن زورا وبهتانا ادعى أنه مع الثورة وهو من أوائل الناس الذين كانوا يعملون ضد الثورة. وكان دايما على المسرح في التحرير هو اللي بيقف ويمسك الميكروفون وأمين عام الثورة. أمين عام الثورة. وللأسف إن ما تعرفش مين نصبه. ما هو كده. كويس ما نعرفش مين نصبه. دلوقتي هو يعني مين نصب مين نصب من يدعون أنهم أصحاب هذه الثورة أو اداهم هذا الحق. احنا قلنا ان الثورة دي ثورة جماهير كبيرة جدا. فبالتأكيد زي ما صفوة حجازي ادت لنفسها حق انها تكون امين عام الثورة، فانا بقول ان ليس من حق احد ان هو ان يقول الثورة دي بتاعتي لوحده. يقول انا جزء من الثورة. حقه اي واحد مش عاوز ينزل الانتخابات عشان حاسبها وشايف ان الفريق السيسي المشير السيسي له شعبيه لا يصلح ان يكون رئيسا للجمهوريه. الذي يعرف التراجع لا يتقدم لا يتقدم. دي حاجه. فانا سعيد باني الاستاذ حمدين صباحي وهو رجل وطني لن اختلف على ذلك، لكن ليس من حق الأستاذ حمدين صباحي إنه يقول أنا مرشح الثورة. هو الرجل شارك في الثورة. لكن لم يفوضه أحد. ثانيا بقى لما الأستاذ حمدين صباحي يقول أنا مرشح الثورة، أنا واحد كمواطن عادي أختلف معه. يا أستاذ حمدين أنت حطيت إيدك في إيد الإخوان وحزبك نجح خد أكثر من مقعد معرفش 2 أو 3 على قوائم الإخوان. يعني وأنت وضعت يدك في يعني أي فريق كنت ترى فيه يعني عونا لك فيما ترمي إليه. ده أساسا. فأنا لو قلت على نفسك أنا
مرشح توافقي انا سأفلك، لانك وده شيء طيب انك انت عاوز تلم الشمل وكذا، لكن المتجرة يعني مش عاوز اقول المتجرة لان هذا الرجل له احترام شديد عندي، عاوز اقول اني لا تمتتج صهوة جواد الثورة. ثانيا نيجي بقى نتكلم عن مطالب الثوار. شفت سمعت بتوع تمرد اللي هي بتأيد السيسي، قال لك ان احنا يعني هننتخب السيسي بشروط بشروط، وان هو لازم يختار فريق رئاسي له من دول وله من دول يعني، وهذا الأمر. وغاب عن هؤلاء الشباب المخلص ان في دستور احنا وافقنا عليه بيحدد مهام الرئيس واختصاصاته وما له وما عليه، ده كويس. وبعدين اي رئيس ده اللي هيقبل بالضغوط من دلوقت او بشروط من دلوقت كيف يدير بلد؟ حضرتك من الناس اللي بيتمسكوا بالنص وما تحبش حد يخرج على النص، لا لأن فبتعتقد كده هو انه لما حد يجي يخرج عن الدستور خلاص خرج عن النص. خرج مش كده، ما جايز انا خرجت على في خروج على الدستور، انا فتحت الباب للخروج على الدستور في مسائل اخرى خلاص خلاص وبقى كانه بقى عدم. دي حاجه مهمه جدا. ثانيا اذا قلنا ان الدستور بيضع قواعد لمحاكمة الرئيس في حالة فشله أو خطأه أو كذا، طيب المجلس اللي حضرتك هتجيبه ده مين اللي هيعمله القواعد بتاعته؟ مفيش حاجة في الدستور. مين هيحاكمه إذا أخطأ؟ مفيش حاجة في الدستور. والأنكة يعني الشطط الحقيقي إنه بيحدد أسماء، يقول هات محمد وعلي وزيد وعبيد. الله 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 الله، ده مش رئيس جمهورية بقى، ده انت جايب واحد المجلس الرئاسي ده يحركه زي ما هو عاوز، وبالتالي المسألة مش كده. فهنرجع تاني لفكرة المجلس الرئاسي اللي ما قبلهاش مرسي، اللي ما قبلهاش، وغير كده نحن كشعب لا نقبلها، لان احنا عاوزين رئيس قوي يتمتع برؤية صائبة ويكون يملك القدرة على اتخاذ القرار. وإذا سألتني تقول لي طب إزاي ما ينفردش أو يستبد، دلوقتي الدستور الجديد واخد كتير من صلاحياته وبيجعل أيضا المجلس التشريعي بيراقبه وبعدين في الآخر إذا خرج عن النص عزله ونطلع ده. يعني دي مسألة عادية جدا، فأديله الحرية الكاملة في أنه هو يكون فريقه وياخد قراراته، وفي نفس الوقت أنت عندك سلطة رقابية عليه. وبعدين في حاجة مهمة تانية، يا سيدي انت عندك شك في رئيس، ما تنتخبوه من الاول من الاول، وخليك وقت يعني وقول ما عندكش السيسي وحش بلاش منه ما تنتخبوش خلاص. انما سيب كيان الدولة وهيبة رئيس الجمهورية ومكانة الدولة، ولا تجرح الدستور. لاني النهاردة انا اعتديت على الدستور في مثل هذا البند، جايز يتم الاعتداء على بند اخر يقطع رقبة المواطن. لازم الناس تفهم ده كويس قوي. حضرتك استاذ وحيد خايف على المشير السيسي من ايه؟ شوف انا مش مسألة خايف وبتاع، اولا انا متحفظ جدا حتى هذه اللحظة في الحديث عن المشير السيسي، لان انت عارف الذين كانوا يريدون خوض الانتخابات بدون السيسي والذين لا يريدون السيسي لانهم زي الاخوان والطيار الديني كله بكل فصائله، وهتكلم في الحكايه ديت يعني مش اخوانه بس، اخوان وسلفيين وجماعات كله. لكن انا هستنى لعل وعسى يتقدم في ناس كده اللي انا شايفه في الاعلام دلوقت زعلانين قوي، يقول لك ايه ما فيش حد يترشح. لا، مصر ليست الثلاثه دول، ليست السيسي فقط وليست حمدين صباحي فقط وليست ابو الفتوح فقط،
ولي عتاب شديد جدا على الدكتور أبو الفتوح. هاجيله. طيب. فأنا منتظر ربما أرى على الساحة مرشح ما كناش عاملين حسابه يكون في مواجهة السيسي، واستعمل حقي المباشر في أن أنا أفكر كويس قوي وأفاضل بين البرامج بين برنامج ده وبين شخصية ده وبين شخصية ده بالزبط. والمسألة ما هيش سهلة كده يعني بتاع. فلذلك أنا منتظر. حضرتك ضد نظرية أنك تدي تفويض على بياض؟ لا مش لأي حد بقول لحضرتك. وبعدين في ناس تقول لك أصل ما فيش حد. لا في حد، واسمح لي أتكلم كده. تفضل. احنا متفقين ان 90 مليون مصري دولت بقول لك فيهم كفاءات عظيمة جدا ما كناش نعرف عنها حاجة، ولغاية دلوقتي ما نعرفش عنها حاجة. هديك مثال، رئيس الجمهورية المؤقت الحالي سيادة المستشار عدلي منصور. بالظبط. حد كان يسمع عنه؟ لا، غير المتخصصين يعني في المجال القضاء. لا، نعرف ان هو قاضي، قاضي محترم في المحكمة الإدارية ثم الدستورية وهكذا، قاضي محترم. لكن عندما تبوأ منصب رئيس الجمهورية المؤقت، هذا الرجل يدير البلاد بحكمة واحترام وثقافة بالبلدي كده نقولها احنا واحنا قاعدين على القهوة، مالي مركزه ويمثلنا ويمثل المصريين بكرامة وكبرياء وكل شيء. أنا واثق إن مش عدلي منصور بس، لا ده في مئات ده كويس، واحتمال واحد منهم يقفز ويتقدم بأوراق ترشيحه. صحيح في ناس عاوزة ترشح نفسها، في ناس غاوية شهر هيكتب يوفط ويحط اسمه واللي معاهم فلوس وكذا، وعشان يتردد اسمه في بعض الأو في النهاية هياخد 40,000 صوت 50,000 صوت أو كذا. وفي ناس تانية عاوزة ترشح نفسها عشان يقول لك أنا أحصد قدر يتمنى أن يكون مرتفع من الأصوات حتى يساوم به فيما بعد على منصب أو وظيفة أو شيء أو معارضة. والناس اللي مش عاوزين السيسي بيقولوا إيه؟ إحنا عاوزينه في الجيش. والرد سهل جدا، أنا ممكن أقول للناس دولت وإحنا عاوزينكم في المعارضة. يعني كل هذا التحايل والمسألة إحنا علينا. لكن حضرتك كمان ضد فكرة ترويع أو تخويف أو تخويل لا من يتقدم للترشيح قدام المشير السيسي؟ لا، ده أنا أحيي أستاذ حمدين على خطوته الشجاعة. طب ممكن بعد الاستراحة تقول لي ليه عندك عتاب على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح؟ عشان بس نزب الاستراحة إعلانية، لأنك قلت لي أنا بأحيي الأخ حمدين وعندي عتاب على الدكتور عبد المنعم. عندي عتاب. طب تقول لي بعد الاستراحة لو سمحت. بعد الاستراحة تابعونا على الهواء مباشرة مع الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد. إليكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم محمد فتحي. أصدر السيد رئيس الوزراء الحاكم العسكري العام الأمر العسكري التالي: حل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شعبها في مصر، وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلاتها وأموالها وممتلكاتها، وحظر اجتماع 5 أشخاص أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل وثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة، كأن الجماعة أمعنت في شرورها بحيث أصبح وجودها يهدد الأمن العام والنظام تهديدا بالغ الخطر، وبات من الضروري وقف نشاط الجماعة التي تروع الأمن لضمان سلامة أهل البلاد في الداخل وجيوشها في الخارج، وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للحبس مدة تتراوح بين 6 شهور وعامين، مع غرامة بين 200 جنيه و1000 جنيه.
وإن الموظف أو الطالب الذي يخالف هذا الأمر يفصل من عمله أو معهده. ونذيع على حضراتكم نص المذكرة التفسيرية الموضحة لأسباب هذا القرار. إن الجماعة اتخذت طابع العنف فضربت الشباب في الجوالة وأنشأت مراكز رياضية للتدريب العسكري مستترة وراء الرياضة، وجمعت الأسلحة والقنابل والمفرقعات وقامت بتخزينها. جزء من مسلسل الجماعة تأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج الأستاذ محمد ياسين. التاريخ يكرر نفسه يا أستاذ. بالضبط. ترجع تشوف أنه الحكم القائم يرى أن هي بتشجع العنف، ليها تنظيم سري تدعم الإرهاب، فالحل أنه هو يحظرها ويفصل الطالب من معهده والموظف من وظيفته. ارجع لك تاني الى الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. حضرتك قلت انك انت عاتب عليه. عاتب عليه ليه يا دكتور؟ هقول لحضرتك الراجل يعني من منظور قال لك انا مش هرشح نفسي. لا معلش، اولا علاقتي بالدكتور عبد المنعم ابو الفتوح فيها مساحه كبيره جدا من الود والاحترام المتبادل. وانا شخصيا لا انسى له اني بعد مسلسل الجماعه مباشره انا كنت اجري جراحه في المانيا، وكان من أوائل من اتصل بي ويعرض أي مساعدة، يعني رغم الهجوم العنيف الذي كنت ألقاه من جماعة الإخوان، ويومها كان نائب المرشد. يعني جزاه الله كل خير. يعني لا، ما هو لازم الواحد لابد أن يقول الحق. اليوم يا سيدي الفاضل هو أعلن أنه أن هو وحزبه لن يخوض هذه الانتخابات. ولو كان اكتفى بهذا ما كان لي أي وجه للعتاب، ولكنه ذكر السبب وقال في زمن الخوف، وده نص كلامه، لا أأمن لهذه الانتخابات وبالتالي لن نخوضها. وهنا يعني العتاب الشديد جدا. هذا العتاب يتلخص في الآتي: من صنع هذا الخوف يا دكتور عبد المنعم؟ إنها جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة التي هي في شرايينك وفي قلبك، وإن كانت هي يعني أبعدتك، إنما أنت رجل الإخوان ولا تنكر ذلك. جماعة الإخوان هي التي فرضت علينا الخوف. وأرجوك يا دكتور، وأنت رجل مسلم صادق مع نفسك ومع الآخرين، راجع أحداث اليوم والأمس وشوف قد إيه الجماعة يعني تعمل القتل والحرق والتدمير ويروح الأبرياء. من الذي فرض علينا الخوف؟ إنها جماعتك يا سيدي التي ما زلت تنتمي إليها وبتاع. فأرجوك إذا أنا وقطاع كبير جدا من الشعب المصري نقف يعني في منتهى الحزن على هؤلاء الأبرياء الذين يتم قتلهم بدم بارد، صرف النظر من أي اتجاه يعني. من أي اتجاه؟ لا، من اتجاه إزاي يعني. هناك في القانون القتل دفاع عن النفس، اللي هو حق الدفاع الشرعي. حق الدفاع الشرعي عن النفس. لا يمكن ان جهاز الشرطة او الجيش او اي شيء يقف مكتوف الايدي قدام سلاح بيوجه اليه. يعني بمعنى اصح، الكمين بتاع بني سويف لو كان تمكن من قتل شخص أو اثنين أو ثلاثة هذا دفاع عن النفس. ولا هل مطلوب من المصريين جيش أو شرطة أو مواطنين عاديين إنهم يستقبلوا رصاص جماعة الإخوان بالتهليل؟ يعني أي منطق يقول هذا؟ يعني وبعدين يعني مش عاوز أقول تميز لأن مش ميزة، إني
القتل لدى جماعة الإخوان لا يعرف الرحمة، لا يفرق بين طفل ولا طيب. أمين شرطة مروح بلدهم بعد انتهاء عمله، أقتله ليه؟ مجند في سيناء، ما هو عنده بيت. عساكر أبرياء نازلين أجازة ومدتهم هتنتهي، أو أنزلهم ليه من عربية وأقطع رقبتهم وأضربهم بالرصاص؟ ما هذه القسوة؟ ودلوقتي ومش عاوزنا نخاف، أنا معاك يا دكتور، أنا معاك إن ده زمن الخوف، بس مين اللي عامل الخوف؟ إحنا بننشد إن المجتمع المصري يعود إليه الأمن والأمان، ودي مش مسألة سهلة. وبعدين جماعة الإخوان عامل ده كله عشان إيه؟ ما هو الهدف النهائي؟ الهدف النهائي هو خدمة المصالح الاستعمارية الكبرى، وده كان اتفاق أساسا موجود، وكل العالم يعمل هذا، يعرف هذا ويؤكده. هم يعلموا تمام العلم، وبعدين هم بيلعبوا لعبة خسيسة ولعبة قذرة. هذه اللعبة تتلخص في الآتي، إن هم لا يكفوا عن الأذى وهذه التفجيرات، عاوزين يقولوا إن مصر أصبحت فصائل متحاربة، وهذا غير صحيح، لأن في النهاية اللي بيعملوه ده يعني اللي بيعملوه ده يعني لن يؤثر في صمود. بتشوف ان هو نوع من الانتحار الجماعي للجماعة؟ طبعا. خلاص بص حضرتك، جماعة الإخوان المسلمين، في ناس تقول لك يعني هنوديهم فين، هنعملهم هنعمل ايه وبتاع ايه ونسوي ايه. جماعة الإخوان المسلمين ما نقدرش نقول هنعدمهم ولا هنسجنهم ولا يعني، مفروض القانون يطبق على كل الناس، كل واحد ينال جزاؤه بالقانون، وحتى اللي يطلع بريء يطلع من طريق المحكمة، ما عندناش مانع على الإطلاق. لكن نحل المشكلة دي ازاي؟ لابد أن تندمج، بس دي صعبة جدا وهتاخد وقت جدا، لأن الجماعة لها المنتمين للجماعة لهم مصالح اقتصادية وعائلات ومتجوزين من بعض. لابد أن تندمج، في حد كنت هتقول جملة تندمج مع الناس بقى، مع الإسلام الوسطي، ويعرفوا إزاي يعني يعني إيه قرآن وسنة، وينزعوا من دماغهم حلم الخلافة اللي هم بيفكروا فيه. حلم الخلافة ده بيتعمل معمول لصالح يعني أمريكا وحلفائها وشيء الغرب. طيب هسأل حضرتك سؤال، لما بيكون في سيارة فيها مشكلة عطب، افترضنا عفوا يعني ان الجماعة مثل السيارة فيها عطب، ما بعض السيارات بتتصلح وبعض الميكانيكية المهرة بيقولك يا أستاذ ما تتعبش نفسك، الموتور ده فيه عيب مصنع، هل جماعة الإخوان من 82-83 سنة منذ المرشد المؤسس حسن البنو، أنت دارس بعمق لهذا الموضوع، فكرة الجماعة هي عيب المصنع، في خلل في الفكرة الأساسية، أم أنه إحنا عندنا مشكلة مع هذا الجيل من جماعة الإخوان؟ يا ريت تفكر كويس في الإجابة. لا 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 نفكر كويس قوي. ده البناء التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها، ونشأتها ديت لم تكن بريئة تماما، كان وراءها الاستعمار الإنجليزي، لأني بعد نهاية الدولة العثمانية نشأت الجماعة بعدها بثلاث سنين بالزبط. يعني المسألة ليه؟ لأني تغيير الدفة أساسا اللي بتاع الجماعة. يا جماعة ببساطة شديدة جدا، ما يحدث الآن ليس بجديد، هاتوا كتب حسن البنا، وهاتوا أحاديث حسن البنا، ورسائل حسن البنا وقروها، بالذات يعني اللي في المؤتمر الخامس والمؤتمر الخامس وغير الخامس. الله، المرشد الرابع الرابع أو الخامس مصطفى مشهور. نعم. مصطفى مشهور له مقولة يعني يقول لك
يعني معناها عشان النص بتاع اللي ماهوش يعني مؤمن بجماعة الإخوان المسلمين ماهوش مؤمن بالإسلام. لا ده مسألة مش ممكن. رغم ان احنا الكل يعلم ان الدين الإسلامي هو دين الجماعة الواحدة. احنا عندنا الأزهر اللي فرض علمه وفرض الإسلام السليم على كل الدول الإسلامية، وما زال قلعة شامخة. ليه ننساه؟ والعلم حضرتك، وده طبعا يفسر حالة الصراع اللي كانت ما بين الجماعة والأزهر. هقول لسيادتك طبعا أنا لا أثق في جماعة الإخوان المسلمين على الإطلاق، ولا وعودها، ولا حتى لو وقعت اتفاقات مكتوبة فإنها تنقلب مباشرة بين لحظة وأخرى طوال تاريخها. وأيضا حتى أريح ضميري، لا أثق في التيار السلفي بكل فصائله وبحزب النور وبالمسائل دي كلها. ليه؟ لأني ما في رؤوسهم هو الذي في رؤوسهم، والاثنين يعني توأم. حزب النور بيتلاعب ويقول في التلفزيون وعلى الشاشات احنا مع المصريين، ما احنا مع الثورة، مع الدستور، ولكنه يناور وهو في داخله ما في داخل الإخوان بالضبط. اسمح لي أحكي واقعة في مطار الحجاج في جدة. الطيارة المصرية المتجهة إلى القاهرة راجعين المعتمرين يعني كانت بتخرج من البوابة رقم 12 في المطار. قاموا توجهوا نادوا على الطيارة، وتوجه الركاب للجيت يعني عشان 12. فوجدوا ياسر برهامي ومعه مجموعة من شباب السلفيين معترضين، اعترضوا ركاب الطائرة وقالوا انكم مش هتسافروا. ليه يا سيد؟ هم كانوا مسافرين راجعين مصر مطار برج العرب. ما تعرفش اتأخروا، ما تعرفش الطيارة ما جاتش، انما قالوا الباقي للمصريين التانيين مش هتسافروا الا ما احنا نسافر. واعترضوا في سبقة انا يعني مش قادر اصدقها. فجأة الطيارة ركبها فيها اطفال عجائز يعني معتمرين. فجأة حصلت مشادة كلامية وحصل شتائم وسباب سباب قبيح جدا، ووصلت للسياسة ركاب الطيارة يقولوا سيسي ودول يعملوا إشارة رابعة وهكذا، لدرجة ان السلفيين قالوا لركاب الطيارة يا شحتين ده لسه الببلاوي ما سابش السعودية وكان جاي يشحت عليكم. انا بقول لهم وانتوا كنتوا في السعودية بتعملوا ايه؟ بتدوها معونة؟ طب وقائع الحادث ده كله حضرتك متأكد؟ انا متأكد منه لاني مش معقول واحد اللي حكالي الحكاية لسه يعني عامل طواف وعمرة وكذا ويجي ظل هذا الحال بين شتائم لمدة ساعة، وطبعا في اجهزة عارفة وبتاع. وحقيقة الامر اني الامن السعودي سابهم وقال لك مصريين في بعض ولم يتدخلوا ربما لأسباب لن نعرف. دول السلفيين يعني. فلذلك أنا لا أثق. قصة مؤلمة جدا، مؤلمة طبعا. ولك أن تتحقق منها. طبعا. يعني فأنا بقول لحضرتك التيار الديني يعني هم عاوزين إيه يعني؟ اسمح لي أقول لو فكرت بتفكير سيء يعني وهذا ظن وليس حقيقة. طيب يا دكتور أبو الفتوح، طب ما بترشحش نفسك؟ عاوز مثلا تفسد الانتخابات ويبقى المشير السيسي مرشح أو أوحد ويظل هناك ماء يتدفق من الصنبور يثير القلق؟ لا، في ناس في مصر هتترشح، وأنا واثق أن لدينا قامات قوية جدا. طب أنا بس عشان للأمانة هو الدكتور عمرو مش موجود، لكن
أنا سمعت إنه هذا يتردد يعني، إنه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وجماعة الإخوان قالوا إذا نزل الدكتور عمنا مش هنديله أصوات. هو الرجل ياريته كان قال كده، يقول إن أنا فقد الأمل في أصوات التيار، لكن ده قالك في زمن الخوف. الخوف عندك، أنا مش أنا أعتاب عليه إنه في زمن الخوف بس، وهو وأنا شخصي من حقه إنه يرشح نفسه، لا سلام وهو ما يرشحش نفسه ده شيء كويس جدا. إنما ما تيجي تقول لي في زمن الخوف، لازم أقول لك مين اللي بيعمل الخوف. نذهب إلى استراحة إعلانية ونواصل الحوار على الهواء مباشرة. الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد، نسأله عن سيناريوهات السينما وسيناريوهات السياسة والواقع الذي نحياه. أستاذ وحيد، هرجع تاني أسألك السؤال، هل العيب في جماعة الإخوان هو عيب هذا الجيل من قيادات والجيل الأوسط من الجماعة الذي ضل الطريق عن الفكر العظيم المؤسس للإمام الشهيد حسن البنا، أم كما يقول البعض أن العيب هو في الفكر التأسيسي الذي صنعه حسن البنا، لأنه في النهاية يحول هذه الجماعة إلى جماعة باطنية تدعو إلى ما يبدو وكأنه للإسلام والموعظة الحسنة، لكنها تعد ميليشيات عنفية ولديها تنظيم سري ولديها مشروع شرير وخبيث. القضية فين؟ القضية في تكوين الجماعة، في الأصل الشيء. الجماعة دي شجرة صنت، شجرة الصنت لا يثمر وإنما يفرز الصمغ اللزج والأشواك. ده من البداية، من البداية ده شجر الصنت، من الفكرة نفسها، من الفكرة نفسها. وياريت وإحنا بلد مزدحمة بالمفكرين والمثقفين انهم يجيبوا فكرة هذه الجماعة منذ النشأة ويعملوا له دراسات تحليلية، وسوف نجد انها جماعة قائمة على العنف. كون ان هذا الجيل فقط، لا ده الجيل ده ارحم من غيره. طبعا عنف الجماعة في سنة 54 و اللي هو بس كان هناك عبد الناصر اللي وصل بهذا العنف مثلا في فترة مشهور، ويعني اني فكر سيد قطب وصل، شوف الشر المطلق بقى، اني تفجير القناطر الخيرية واغراق الدلتا. اي يعني بص يعني زي ما بتردد دلوقتي محاولة عمل مشاكل وتفجيرات في قناة السويس لإيقاف عبور الأمن للصحف في قناة السويس. بلاش كده. واحدة إخوانية ربنا ينتقم منها كاتبة تويتة تقول إيه؟ يا جماعة ببساطة جديدة، كل واحد جنبه كشك كهرباء يولع فيه، تقوم الدنيا تظلم والمواصلات تقف والمصانع تقف والأجهزة وكذا والتلاجات تعفن باللي فيها وكذا وكذا، بتدعو إلى تخريب الأكشاك الصغيرة. أنت عارف في شوارعنا في دايما يعني ده في شر أكتر من كده. أنتوا بتحاربوا شعبوكوا ليه؟ أنت ما بتحاربش حكومة، ما بتحاربش وزارة الداخلية، ولا بتحارب الجيش. وبعدين لصالح مين؟ لصالح مين العداء للجيش المصري؟ ده هو اللي هيحميك. وعلى فكرة أستاذ، إحنا لا نقدر الخطر الذي يحيط بمصر. إحنا على وشك إن إحنا ندخل حرب، ندخل حرب من أجل قطرة المياه التي سيتم عجزها عننا. ماء النيل إن لم يتدفق مصر دي ستتحول إلى صحراء، وهتبقى كارثة كبرى. وهذه القضية الكبرى الشعب المصري كله سوف يزحف إن شاء الله، يأكل سد النهضة ده إن شاء الله، يأكله كده إن شاء الله، تخرج يعني
الجماهير المصرية لابد أن الماء هو الحياة، لابد أن ندافع عن حياة المصريين وزرعها الأخضر، ومش بلاش مش عاوزين إنشاء، لابد أن نحارب من أجل قوتنا، وده خطر قد يحدث. عندنا الحدود بتاعتنا محصنة، على فكرة سياسيا وشرعا طبعا أساسي ويجوز وفرض عين يعني طبعا لابد يعني، وسوف تكون حرب صعبة. فإحنا لصالح مين أنتوا عاوزين تدمروا الجيش المصري وإحقاقا للحق؟ شوف أنا في الأول قلت لك مبارك ومش مبارك هو اللي مكن الإخوان. أمريكا عرضت، وده من مصدر موثوق، أمريكا عرضت على مبارك أنه هو يفكك الجيش المصري ويكتفي بأمن بما يشبه الأمن المركزي عشان وتضمن له السلام مع إسرائيل بصفة دائمة، وكأن الجيش المصري ليس له حدود أخرى غير حدوده مع إسرائيل. ده كويس، إلا أن حسني مبارك رفض هذا رفضا قاطعا وبصلابة، ولذلك الأمريكان كانوا وقالوا له كمان أن احنا ممكن نبيع لك الأسلحة بتاعتك. أستاذ وحيد، ما استوقفكش أنه دايما الصراع بين غير الشعب يعني بين الجيش والإخوان بالذات من أول الخمسينات، يعني هو دايما هذه الثنائية المتصادمة الجيش والإخوان، الإخوان والجيش؟ تفسيرك إيه؟ تفسيري مش مع الثورة بس، مع الثورة. الجيش هو قوة قوية هي الوحيدة التي تستطيع أن تواجه جيش آخر في داخل البلاد، ولا يوجد حد عنده جيش آخر غير جماعة الإخوان المسلمين، وهي تعلم أنها لا تستطيع أن تواجه جيش. فيبقى التناقض والتصادم حتمي بالضرورة، حتمي بالضرورة، حتمي بالضرورة، لكن مش لدرجة أننا أهدم الجيش. طب مين هيدافع عنك؟ يعني مين هيدافع عن كيانك أنت كمواطن قاعد في بيتك؟ فإلا الجيش. لكن هم ما يهمهمش الحكاية دي، هو عاوز يكتفي بالإخوة اللي دربهم، وبعدين هو كان جاي يبيع، هو كان جاي يقدم تنازلات، فعاوز الجيش ليه؟ ما خلاص. فلابد، ده الخصم القوي. ولذلك في حديث تصريح لمحمد بديع قاله قبل الثورة، قال إن القوتين الوحيدتين اللي موجودين في مصر هما جماعة الإخوان والجيش. هو كان ناقص يقول جيشنا وجيشهم، كأنه بيتكلم على حزبين، لأن ده كمان بيعكس قضية خطيرة جدا، هو خلو الساحة السياسية من حزب سياسي جماهيري حقيقي. لا مفيش، ففي النهاية القوة اللي هي أصلا مش حزبية لكنها بطريقة هياكلها وتنظيمها لأسباب مختلفة تماما هي الجيش والإخوان، هي الوحيدة اللي موجودة في الساحة. يعني احنا لو عندنا حياة سياسية حقيقية وأحزاب سياسية قوية ذات برامج وذات قيادات وذات شعبية كان كتير من مشاكلنا. نسيت أقول لحضرتك حاجة، جماعة الإخوان سبق لها ونجحت، جماعة الإخوان لم يكن لها أن تكتسب هذه القوة، هي قامت على تدمير حزب الوفد، كل على دمرت حزب الوفد ونقلت الكثير من أعضائه إلى صفوفها ونجحت في هذا وقضت على شعبية حزب الوفد فأصبحت كيان قوي. طب حزب الوفد في وقتها كان هو حزب الأمة، الحزب يعني بقولك لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه. فاللي حصل واسمح لي هقول اللي حصل ان القوة التي تناهض جماعة الاخوان دلوقتي هي الجيش، وهم يعلمون اني لن يقفوا على اقدامهم في ظل جيش. انت وما فيش حد، لابد ان هم يكسروا القوة القوية، وبعدين هم لا يتقون الله. يعني مرة طلعت مظاهرة اللي قدام قصر عابدين تهتف للنحاس باشا، وكان الهتاف الشعب مع النحاس،
أم الملك اتصل بالمنقذ بتاعه حسن البنا فجاله بالإخوان وكان الهتاف إيه بقى؟ الله مع الملك. يعني إذن يعني الناس جماهير الشعب طيب يعني شعب مع النحاس قال لك الله مع الملك. الله مع الملك. طب يا ناس اختشوا. إذن يعني إيه؟ هي جماعة تخفي نواياها، مش نواياها، تخفي أغراضها وتسعى في الخفاء. يعني هم دلوقتي سوف يعودوا إلى الجحور، ولكنهم لن يهدأوا، لن يهدأوا على الإطلاق. إنما عليك بأنك أنت تجفف منابع التسليح ومنابع التمويل وبتاع. هم خسروا شيء مهم جدا، خسروا أن أصبح أن الشعب أدرك حقيقة أمره، ودي أول مرة يكون عندهم صدام مع الشعب مش مع النظام مع خلاص مع الشعب. يعني وهم نفسهم ويتمنوا أن هم بيفرحوا بالدم قوي، ويصوروا مثلا القتيل والكذا وكذا عشان المتاجرة السياسية والغرب الغرب الأعمى أو الغرب اللي هو أصلي أمريكا. أمريكا عاملة زي يعني الحشرة اللي بتعيش في جوه شرنقة وتحيط نفسها بغلالات من الأصدقاء وكذا. فأنا مندهش جدا، مندهش جدا أمريكا التي عانت من الإرهاب وخسرت كثيرا من الإرهاب إنها تدعم إرهابيين. اسمح لي بعد الاستراحة الإعلانية نصل إلى الجزء الأخير من هذا الحوار، وعندي نقطتين فيه أحب أن أنا يعني أستنير برأي حضرتك فيهم. تابعونا بعد الاستراحة على الهواء مباشرة. أستاذ وحيد حامد، سؤال مباشر. في انقسام ما بين مدرستين، مدرسة ترى أنه في نهاية الأمر سوف يضطر كل الأطراف أن يجلسون على مائدة واحدة للكلام وللحوار لأنه استراحة المحاربين في نهاية الأمر، وفي ناس بيقول لك موضوع فكرة المصالحة انسى لأنه عنصر المصالحة ينتفي بعد أن يحمل طرف السلاح ضد الآخر ويسعى إلى الموت والتخريب، وأنه ما حدث هو جرح لا يمكن أن يندمل ما بين الشعب والجماعة، وأنه لو جاء حتى حاكم يقول للجماهير أنا هروح أصالح الإخوان الناس مش هتبقى راضية عن الموضوع ده. أنت شايف إيه؟ رأي حضرتك أصالح الإخوان على إيه؟ إيه عند الإخوان يدهولي بعد اللي عملوه؟ ممكن حد يرد عليك يقول لك التهدئة، أتوقف على التهدئة ازاي؟ لا 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 يتوقف. احنا قلنا لا نثق في الإخوان. وانا عاوز اجيب اخره. ما انا مش هسكت له. انا مش هسكت له. يعني خليني اقوم بدوري. قضية المصالحة مع الإخوان دي اصبحت مثل قضايا الصقر في الصعيد. من بدأ بالدم عليه أن يدفع ثمن الدم. الدية. الدية، مش دية، يشيل كفنه. يشيل كفن. يشيل كفنه. بمعنى أن يعتذر ويعترف بالخطأ ويعترف بأنه أجرم في حق الآخر. إنما الإخوان بتهددني بإيه؟ قوة بتعمل بتفجر قنابل، بتقتل أبرياء. ما أنا مش هسكت، لا لا الجيش هيسكت ولا الشرطة هتسكت ولا الناس نفسها هتسكت. وبعدين لغاية إمتى؟ لغاية إمتى هتفضل يقتلوا في مسلمين زيهم أو مسيحيين؟ مصريين، نحن كلنا مصريين. فلا، مصالحة إيه؟ وبعدين إحنا عملنا لهم إيه؟ ده هم اللي اعتدوا علينا. وعنده ايه عشان يدهولي؟ وهو مين؟ هو ماهوش خصم، هو ماهوش اسرائيل عشان يجي واحد يعمل معاه اتفاقية سلام،
هو ما هوش دولة عدوة، ده هو رجل خالف القانون وأسس جماعة يعني إرهابية يعني محظورة مش من النهاردة بس. أول قرار بالحظر سنة 48 وقامت على خداع الناس وعلى ده شيء مناهض للقانون، كيان غير قانوني، ويعني لا ده شيء لازم يتم انتزاعه من المجتمع وترويضه وتصويب أفكاره. فأنا هو عنده إيه ليه يا دول؟ في الوقت نفسه أنصار هذه الجماعة أو المتعاطفين معه، وبعد ما يمكن أن يوصف بأنه من التيارات الليبرالية، يحذر من فكرة أنه وجود رئيس على سدة الحكم في مصر من خلفية عسكرية هو عودة إلى العسكرة، إلى حد أن بقى عندنا فكرة فوبيا العسكرة وفوبيا الجيش وفوبيا المؤسسة العسكرية التي تحكم البلاد، وأن أنتوا إذا كنتوا بتقولوا أنه كان في استبداد إخوان فها أنتم تخلصتم من الإخوان وتأتون بالجيش لكي يحكم البلاد. رأيك إيه في الرأي ده؟ أستاذ عماد، ليه الشعب المصري بينسى؟ ليه بننسى؟ لما قامت ثورة 25 يناير ونزل الجيش بعد انكسار الداخلية، الناس قالت ايه وهتفوا الصوار وغير الصوار، وكتبوا الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة. وعندما صحت هذه المقولة وفعلا الشعب والجيش كان ايد واحدة، تدخلت الاصابع القذرة لافساد هذا. اول من ابتدع كلمة لا لحكم العسكر وكتبوها على الحيطان هم الاخوان. وأول من افتعل المعارك بين المواطنين زي حادث التلفزيون ماسبيرو والقوات كانت عناصر خارجية، كانت عناصر خارجية. إنك تعمل اشتباك بين القوات المسلحة وبين مصريين صوار وعشان يحصل دم ويحصل وقيعة، ونجحت الوقيعة. لما تيجي بقى الدولة الديمقراطية أو الدولة المصرية بالدستور الجديد ليست هي رئيس الجمهورية وحده، صح؟ لا، ده دولة فيها حكومة تملك سلطات وفيها برلمان يراقب ويشرع. وكون اني رجل عسكري او من خلفية عسكرية يكون رئيسا للجمهورية، دي ما هيش بدعة. لسبب بسيط جدا. اولا علينا ان نعيد للعسكرية حقها الحقيقي الذي يتعمد البعض تجاهله، في أن بهذه المؤسسة علماء ومهندسين وعباقرة ومثقفين، ليس الضابط في الجيش يعني هو مجرد رجل يعني يرتدي البيادة الجزمة زي ما هو بيعول. لا، ده احنا لولا أن القوات المسلحة بتاعتنا تفخر بأن فيها كفاءات علمية يتفرجوا يتذكروا كده العبقرية المصرية، المهندس الذي فكر في اقتحام خط بارليف بالمياه، فكرة لم يتوصل إليها أحد على مستوى العسكري، هذا الرجل عالم. المهندس الذي صنع الكباري التي عبرت فوقها الميكانيكية، إذن دولت لمؤاخذة مش دول علماء، دول ناس يعرفوا الوطنية بقدرها. بينما جماعة الإخوان لم تستطع أن تنجب مبدعا واحدا، لا ولا مبدع ولا أو مدير ولا ناجح، لا 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 خالص، ما عندهمش الحكاية دي. عندهم يا متآمر
يا مدرب على الاغتيالات. الجيش المصري ما يعرفش الاغتيالات. وبعدين نرجع لنقطة مهمة جدا بقى. على احنا لو جينا نظرنا حولنا بعمق اولا نجد ان دول ديغول في فرنسا، امريكا حتى سنوات قليله كان مين؟ كان في ايزنهاور وبلاش منصب رئيس الجمهوريه، هو وينستون تشرشل وزير البحريه، وزير البحريه بلاش، هو كولين باول ده مش كان رئيس الاركان وكان يمسك منصب مدني الذي هو رئيس الجمهوريه، وزير خارجية الكسندر هيج مش كان وزير الخارجيه. إذن المساله مش الله، بوتين اليس بوتين ده ضابط مخابرات يعني هي المساله مش كده. وبعدين عاوز اقول حاجه مهمه جدا، وده مش عشان السيسي، انا قلت لحضرتك في الاول انا موقفي ايه من السيسي يعني. لا وبالاضافه كمان انه المستبدون ليسوا عسكر فقط، بس انا كنت اقول يعني حضرتك خدت الجمله من على لساني. يعني اقول لحضرتك على حاجه، الحجاج ابن يوسف الثقفي الطاغيه الذي اعدم من البشر الالاف المؤلف، اصلا كان معلم للقران، كان بيحفظ العيال القرآن، إذن ويحفظ القرآن، وكان قال إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان خطافها وإني لقاطفها. وبعدين صناعة الدكتاتور إحنا كالشعوب هي التي تصنع الدكتاتور الذي يحكمها إذا تراخت في حقوقها. فالضمانه فالضمانه هي الشعب، هي الشعب، فانا ما اخافش من مين حيحكم. لا 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 لا, لا, لا خالص. وبعدين في حاجه تانية على حسب انا اني الجيش المصري افرز كفاءات مش على مستوى القتال فقط، على مستوى العلوم، وبعض ضباط الاحتياط اللي هم قضوا مده الفتره العسكريه خرجوا أطباء وخرجوا مهندسين عظام في شركات تعمل بالداخل وبالخارج سواء في الدول العربية أو الدول. الجيش مؤسسة علمية تخرج رجال مهمين جدا. الناس اللي هم بيقولوا العسكر على الفيسبوك والدولت دولت لمؤاخذة يعني بيشوفوا بنص عين. أستاذ وحيد للأسف الوقت قد انتهى، لكن في نهاية هذه الحلقة بشكر حضرتك على وقتك وعلمك، بدعو لك بدوام الصحة وأنك تقدر إن شاء الله تعمل لنا الجزء الثاني من الجماعة حتى نستطيع أن نستمتع به. شكرا أستاذ عماد، وأرجو أني ما كنتش أكون ثقيل على السادة المشاهدين. أبدا أمتعتنا. شكرا. بنقول للسادة المشاهدين احنا الجزء الاخير من الحوار كنا بنتكلم على فوبيا العسكر، بكرة حلقة خاصة جدا ومهمة حوالين فوبيا الحكم العسكري، فيها الأستاذ سيد ياسين، الدكتور سعد الدين إبراهيم، واللواء سامح سيف اليزل. الساعة 11:30 تابعونا، حلقة مهمة. اصبحوا على خير، وليحفظ الله مصر من كل سوء.